من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكوتي، نناقش هذا الموضوع وتأثيراته. رائد، يعني الواضح أنه في أوروبا المشكلة كبيرة، يعني سواء على مستوى أسعار النفط اليوم نشاهد هذا التأثير، أو على مستوى الأسهم وعمليات عودة الإغلاق من جديد، وحتى عوائد السندات. يعني هذه المخاطر اليوم أنت كيف تراها، وهل تعتقد أن السوق سيظل ملتفتا إلى هذا الإغلاق في أوروبا، أم أنه سيكون مؤثر مؤقت ويعود السوق إلى اتجاهه الصاعد من جديد؟ يعني الوضع بالنسبة للمنطقة الأوروبية متأزم بشكل كبير، لأنه نحن كنا نوعا ما في مرحلة تعافي تدريجي من الموجة الثانية، كان هناك عودة للاقتصادات، عودة لبعض الارتفاعات، رأينا ذلك في تعاملات الأسواق الأوروبية خلال الجلسات الماضية في الشهر المنصرم تقريبا. ولكن ما يحدث حاليا مع مطلع تعاملات، حتى مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ومطلع تعاملات هذا الأسبوع، إشارة واضحة على أن الأمور تزداد صعوبة بالنسبة للمنطقة الأوروبية. لماذا الآن هي أكثر صعوبة؟ لأنه نحن مقبلين إلى موسم الصيف، نحن أساسا متأثرين بشكل كبير بالإغلاقات الاقتصادية التي طالت الأسواق الأوروبية والاقتصادات الأوروبية في العام الماضي. الآن يتكرر الموقف مرة أخرى بالنسبة للمنطقة الأوروبية التي كانت تعاني مسبقا حتى قبل أزمة كورونا من مستويات التضخم المتفاوتة، ضغوط أكبر على صناع السياسة المالية قبل النقدية بأن يكون هناك حزم تحفيزية أكبر بكثير بالفترة القادمة، هي المنقذ الوحيد للأسواق الأوروبية في الفترة القادمة. وأعتقد سوف تعدي ما حدث في أوروبا الأسواق الأمريكية مساء اليوم. بعيدا عن الأسواق رائد، يعني ونتحدث عن واقع الاقتصاد اليوم، أنت تتحدث عن إغلاق شبه مستمر يعني من العام الماضي في المدن الأوروبية والعواصم الأوروبية، وواضح أن الانتشار في أوروبا سريع وأن اللقاحات ليست بالسرعة الكافية لتوقف هذه السلالات الجديدة أيضا من كورونا. هذه المخاطر كيف يمكن التصرف والتعامل معها، وهل حزم التحفيز ستكون كافية مهما بلغت يعني من الحجم؟ لفت انتباهنا اليوم أمر مهم جدا محمد، اللي هو فعلا أين تذهب السيولة حاليا. هناك نفور من الاستثمارات في الوقت الحالي بأسواق الأسهم، تخوفات حقيقة، قوة في الدولار الأمريكي، هناك بحث حقيقة عن بعض السندات طويلة الأجل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك الأمر لاحظنا تماسك ملفت للنظر لأسعار الذهب في الوقت الذي تراجعت فيه معظم المنتجات أمام الدولار الأمريكي، بقي الذهب متماسك بعض الشيء. إذن يوجد هناك تحوط تخوف في الفترة الحالية تحديدا. ونقطة مهمة جدا بالنسبة للمنطقة الأوروبية على وجه التحديد، أنه في عندي نوع من تقدير مسبق لانخفاض الطلب في الفترة قادمة، ترجمته أسعار النفط بكونتانجو صغير نسبيا، أسعار النفط المستقبلية أعلى من الأسعار الحالية، وذلك يتيح رغبة بالتخزين. إذن لا يوجد هناك حتى طلب في الفترة القادمة قد يعزز بالتالي سوف يكون هناك الضغط أكثر على الأسواق. النفط أنت الآن كيف تراه في ظل هذه التراجعات التي نشاهدها اليوم؟ هل سيعود النفط من حيث أتى بعد كل هذه المخاوف الآتية من أوروبا، أم هي فقط تصحيح مستحق أيضا بعد موجة مكاسب كبيرة؟ تشير العقود المستقبلية إلى ارتفاعات بالمقارنة مع السبوت برايسز اللي نحن عم نشوفها حاليا، إضافة إلى وجود قوة في الدولار الأمريكي تؤثر سلبيا على أسعار النفط. ولكن أن نعود إلى مطلع الى ما كانت عليه الامور بالسلب، لا اعتقد ان اوبك بلس لا تحدث عن سلب، ولكن يعني الاسعار وصلت 70 يعني كان 70 دولار رقم كبير. لا اعتقد انه راح ننخفض اكثر من 52 دولار للبرميل، واعتقد حتى وصلنا ل 52 دولار البرميل يعتبر ضغط كبير جدا على المنتجين في هذه الفتره، واعتقد سوف يكون هناك رفع لمستويات الالتزام وايضا بالخفض، وممكن حتى يكون هناك حديث عن تمديد اطول، لانه هو الحل الوحيد في الفتره القادمه لابقاء تماسك اسعار النفط في ظل يعني قلق حول الطلب العالمي مع وجود الموجه الثالثه والاغلاقات المنتشرة في أوروبا. أعتقد التفاؤل الذي أصدرته أوبك بلس يعني لا يوجد مكانه حاليا بأنه يتحسن الطلب في الفترة القادمة، بالتالي يجب أن يكون هناك مستوى التزام أكبر، وقد يكون هناك تخفيضات طوعية أكثر في الفترة القادمة للحفاظ على أن لا تسقط أسعار النفط دون مستويات 53 دولار للبرميل، لأنه هبوطها دون هذه المستويات قد يفتح المجال نحو الثلاثينات مرة أخرى واستقرار ومستنقع عن تلك المستويات.
أنا أشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب، شكرا جزيلا لك دائما على هذه التحليلات.